نعم. ما هو السبب في عدم الخشوع في الصلاة وكيف يتخلص الإنسان من ذلك؟ الله يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع له أسباب وعدمه له أسباب. الخشوع أسباب وهو الخضوع بين يدي الله، وأن تذكر أنك بين يدي الله وأنك واقف بين يدي سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح: لا ينسى أحدكم الحصاء فإنه يناجي ربه، وفي الأرض الأخرى فإن رحمة تواجهه، فإنسان إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، فيتذكر هذا المقام العظيم وأنه بين يدي الله، فليخشى لله وليقبل على صلاته، ويتذكر عظمة الله عز وجل وأنه بين أعظم عظيم سبحانه وتعالى، فليقبل على صلاته ويقبل على قراءته وعلى سجوده وركوعه، ويتذكر كل ما يلزم في هذا المقام، وأن غفلته عن الله تنقص صلاته، فينبغي له أن يتذكر حتى تزول عنه الغفلة وتزول عنه الوساوس، ويسأل ربه العون على هذا في سجوده وفي آخر التحيات، يقول: اللهم إني على خشوع، اللهم يسر الخشوع، اللهم أعني من الشيطان ومن شر نفسي، يسأل ربه، يستعين به سبحانه وتعالى. نعم.